حضرت كمشتكي في المحكمة مع الآن ليس متهم وإنما مع المجرم بهاء الجوراني والمجرم علي صالح هادي مدير شركة الإسمنت، ولله الحمد تم القضاء العادل العراقي بالحكم على المتهمين على المجرمين بست سنوات لكل واحد، وما زالت القضايا مستمرة. نعم، يعني اليوم الحمد لله أنا بالنسبة لي أحس انتصار عظيم. اليوم الفرحة اللي داخله والسرور اللي دخل على قلبي الله شاهد ورقيب، يعني ما حاسان بهذا الشعور أكثر ما اليوم. يعني قضية أحمد الساعد يا أبو التقاعد والكيكارد وغيرها من القضايا اللي فتحتها، لكن هاي القضية أنا أحس بيها نصر عظيم للعراق وللصناعة العراقية حقيقة. طيب، القضية الوثائق باعترافات بهاء الجوراني عن عدد من الشخصيات بالأسماء التي اطلعت عليها، أنت كنت مرافقا للتحقيقات، هل ما قيل وهل هذه الأسماء التي ذكرت هذه الاعترافات كانت حقيقية أم مفبركة؟ للعلم هذه الاعترافات قطرة في بحر من اعترافات المجرم بهاء الجوراني. أي. هذه اعترافات قطرة في بحر من الاعترافات اللي اعترف بها بهاء الجوراني، لكن كيف سربت؟ أنت تعرف حيتان الفساد لهم أذرع في كل مكان. أي. عدهم ناسهم وعدهم ميليشياتهم اللي السيطر في كل مكان في جميع مؤسسات الدولة، والدليل سربت هذه حتى يكون ضغط من النواب اللي انعرضت أسماهم ومن الشخصيات السياسية اللي انعرضت أسماهم على مجلس القضاء وعلى الرأي العام حتى تتأجل قضية بهاء الجوراني اليوم وما يتم إصدار حكم بها. يعني هاي بتسريباتها هي بتسريبات ممنهجة من قبل بهاء الجوراني وعصابة بهاء الجوراني اللي سربت هذه الوثائق حتى تعلن للمجتمع بأن لجنة مكافحة الفساد مخترقة ومجلس القضاء الأعلى مخترق. حاشاهم من هذا الاختراق، لكن أذرعهم الفاسدة الموجودة داخل المنظومات السياسية أو المنظومات الأجهزة الأمنية هي من سربت المعلومات وهي من سربت الوثائق، والجهات الأمنية حصرا ولأول واحد راح يكشف هذا الجهة الأمنية لجنة مكافحة الفساد رصدت من قام بنشر هذه الوثائق وتم اعتقاله. يعني اليوم أو البارحة تم اعتقال الشخص. منو هذا المن تابع شيخ صباح؟ المن تابع هذا الشخص؟ هذا شخص تابع لأحد الأجهزة الأمنية تابع لبهاء الجوراني، وهو اللي بلغه بأن ينشر هذا الموضوع ويوصله على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حتى يكون تقليل أو تأجيل محكمة بهاء الجوراني إلى فترة أطول. أنا أعرف بهاء الجوراني مستولي على وزارة الصناعة حسب ما تقول أنت، لكن أول مرة أعرف أنه عنده أذرع بجهات أمنية. أي جهاز أمني تابع هذا الشخص؟ هو تابع، يعني يمكن أصور هذا الشخص تابع إلى وزارة الداخلية، أحد أجهزة الوزارة الداخلية، يعني قريب على الحدث اللي صور هذا واستقطعها أو نشرها. هذا بهاء، شوف يا أستاذ نجم، انت مو بس بهاء احمد ساعد، بهاء عبد الحسين، اي مجرم من دول المجرمين، اي فاسد من دول الفاسدين عنده اذرع في كل مكان في جميع اجهزة الدولة. هسه اللي يهمني الان اخذ على لسانك يا شيخ صباح، اخذ على لسانك ان الوثائق التي سربت هي من قبل احد الضباط بالاجهزة الامنية يعمل لصالح بهاء الجوراني، على ذمتك هذا الشيء وتم اعتقاله؟ نعم، بس مو ضابط استاذ نجم. استاذ نجم مو ضابط للعلم، يعني منتسب او مفوض، مو ضابط. زين، انا اشكرك. ايه.